أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا الأذان اللي أدنت دابا الآن تحدثنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين وسيد الآخرين. مما ينبغي أن يشار إليه في هذا الأذان أن أحافظ على الحضارة المغربية العريقة، وأن المغاربة تميزوا عن المشارقة بمسائل وبأشياء، منها الأذان كذلك، حتى أنهم تميزوا في أدائه وصيغته. فالمشارق مثلا اعتمدوا على مقام الحجاز، واعتمدوا على مقامات متعينة، أما المغاربة فقد اعتمدوا على مقام مغربي أصيل أندلسي حافظ على الحضارة الأندلسية القديمة. يعني ممكن أنك تعطينا بعض النماذج من غير هذا النموذج اللي درنا ديال الأذان اللي قمت به بصلاة المغرب، يعني تكون هناك أشياء عينة أخرى اللي تجسد لنا الأذان المغربي. في مقام في أذان يؤدى بمقام الصدى، وهو مقام حزين، وغالبا ما يؤتى به في صلاة الصبح. الإنسان يكون أضعف وألين للقلوب، من ذلك ما نفتحه: الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. جزاك الله خيرا. يعني بالنسبة للأذان، هل هناك يعني مدارس يعني مختصة فقط في يعني التلقين وتعليم يعني الناشئة يعني الأذان وكيفية الأذان؟ لأنه الأذان يحتاج إلى، هو صنعة يعني في حد ذاته، يعني يحتاج إلى مهارة ويحتاج إلى إمكانيات. يعني هل هناك مدارس تختص في هذا المجال؟ صراحة أخذ هذه المسائل إنما يؤخذ من المساجد. نعم. أعتقد يعني مساجد الحي، فإذا كان الإمام متقن للباب فهو عندما يلقي الناشئة مسائل التجويد ومسائل الأداء فهو يعطيهم مفاتيح أدائية صوتية في هذا الباب. مثلا نعلم أن القرآن الكريم في خطابه مع الكفار ومع المؤمنين يتغير،
فكذلك يناسب المقام ويناسب الأداء أن يؤتى بهذا المقام. شكرا، بارك الله فيك. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو ولا صاد رجال. صدق الله العظيم.